كنا قبل الفاصل سألنا الأستاذ شريف شحادة عن إصرار الأسد على ترشحه لولاية ثالثة، فقدنا كان الاتصال معه، الآن عاد لنا. أستاذ شريف مساء الخير. في البداية، هل الأسد رئيسا لسوريا لولاية ثالثة مما نفهمه من الإعلام الرسمي والخاص والمؤمن في سوريا؟ يعني الرئيس الأسد هو مواطن من الجمهورية العربية السورية، يحق له كما يحق لجميع الناس الذين تتوافر فيهم شروط رئيس الجمهورية أن يترشحوا، وبالتالي أنا لا أعرف حتى هذه اللحظة لماذا هذه الهجمة الضخمة وحجم هذه الهجمة، والدول التي تتحدث عن انتخابات أو ترشح الرئيس الأسد. أنا أفهم في منطق واحد، أن جميع هؤلاء الذين يعاندون انتخاب الرئيس الأسد أنهم خائفون من موقف الرئيس الأسد تجاه ما يحدث في المنطقة والدور الأمريكي، غير ذلك لا أفهمه. وأنا أقول لك بصريح العبارة، أنا أعتقد أن هذه الأزمة أفادت الرئيس الأسد كثيرا لسبب بسيط، أظهر أن هذا الرجل فعلا صاحب موقف، وأظهر أيضا أن هذا الرجل يقف في مواجهة مشروع أمريكي، وإلا لماذا كل هذا التضخيم؟ طيب، لأن البرنامج، عفوا اسمح لي أستاذ شريف، لأن البرنامج الانتخابي للأسد كما هناك يعني بالأمس شاهدت رسم كاريكاتيري أو كاريكاتور ل الأسد وهو يركب على طائرة ويوزع برنامجه الانتخابي على الناس، كلها براميل وقصف وضرب وكذا، وعشرة مليون سوري الآن أصبحوا خارج سوريا مهجرين في الداخل والخارج، هذا الذي يتساءل، وهذه هي الهجمة. يعني اسمح لي أولا، سوريا كانت تنعم بالأمن والأمان بل مجمل الوطن العربي قبل هذه الأزمة، وبالتالي يجب علينا أن ندرك أن هذه الأزمة ليست صنيعة الرئيس الأسد، هي صنيعة من يتآمر على سوريا ومن يريد للوطن العربي أن يتفتت. وأعتقد أن ملامح هذه المشكلة وهذه الأزمة وهذه المصيبة لم تبدأ الآن، بدأت عندما كان هناك غزوا واحتلالا أمريكيا للعراق عن طريق الدول العربية السعودية وقطر والكويت وغيره. الآن أنا أقول لك، الآن يريدون ذهاب الرئيس الأسد ورحيله، ويريدون تصفية ما يريدون تصفيته بضمن المنطقة. أنا أعتقد أن الرئيس الأسد أصبح هكذا بوجهة نظري قامة وطنية وعربية في مواجهة مشروع، وإلا لماذا كل هذا؟ لكن هذه القامة الوطنية والعربية والسورية أستاذ شريف يعني دمرت نصف سوريا، يعني أنت تقول أنت اسمح لي أكون يعني هنا وجهة نظر الأخرى، يعني الآن عندما تقول أنت بأنه قامة وطنية وإلى ما هنالك، أنت حر فيما تقوله بلا شك، لكن الآن عندما ترى حلب نصفها مدمر، القلمون نصفها مدمر، إدلب، حلب، الأرياف، درعا، من درعا من أقصى إلى أقصى كلها مدمر، لم تدمر بأيادي الإرهابيين بأصحاب السلاح الخفيف، دمرت بالبراميل والصواريخ والقصف المدفعي والراجمات. طيب الإرهابيون ذاتهم هم الذين دمروا برجي التجارة العالميين، الإرهابيين هم الذين دمروا في إسبانيا وفي إنجلترا، الإرهابيين هم دمروا في السعودية قبل أن يدمروا في سوريا. لذلك يعني من الغير منطقي أن نقول أن الرئيس الأسد هو الذي دمر. يعني إذا دمروا في نيويورك بدنا ندمر في حلب وفي النبك؟ لا، أنت تقول من دمر، أنا أقول لك الإرهابيين. من دمر برجي التجارة العالمي؟ من يدمر الآن في مصر؟ من دمر ليبيا؟ أنا يا أستاذ أريدك أن تتحدث معي وأتحدث معك بالمنطق. الآن ليس القذافي موجود في ليبيا، ما هو مبررات القتال في ليبيا الآن؟ هو عصابات مسلحة مثل سوريا، مجموعات مرتزقة مسلحة، ولو كانوا ليبيين، يعني المرتزق يكون ليبي ويكون سوري ويكون المرتزقة في ليبيا يا أستاذ شريف ليسوا مرتزقة، أتوا من في عندك 300 ألف ليبي مسلح، يعني ليبي عن أب وجد. يعني إذن اسمح لي إذن المشكلة لم تكن في القذافي، راح عن القذافي، لماذا لم يبدأوا الليبيين ببناء ليبيا؟ لأن العصابات في ليبيا بدأت بالسرقة والنهب والسيطرة على الآبار النفط والسيطرة على الموانئ. أنا لا أريد أن أضحك على نفسي أمام المواطن، أنا مع الحرية ومع مكافحة الفساد ومع مكافحة المحسوبيات ومع كل شيء، لكن أنا أريد أن أسألك سؤال، هذه هي الصورة التي نريدها لمحاربة الفساد؟ يعني 1100 سنة فساد لا تعادل ما يقوم به المجموعات الإرهابية من سرقة النفط الآن في القامشلي وفي الرقة. الناس يقولون يا أستاذ شريف، إذا الأسد قال الآن أنا لن أترشح لولاية رئاسية ثالثة، الناس سترقص في الشوارع ولن تجد قتيلا واحدا في اليوم التالي ولا قصف واحد في اليوم التالي.
نعم. كلامك حلو وجميل وأنا سأسجل لك. لو قال الرئيس الأسد أنه لا يريد أن يرشح نفسه، أنا أراهنك رهنا على ما تشاء أن سوريا سوف تقسم خلال 24 ساعة إلى 100 قسم، قسمة وقسمة. طيب يقول وشو خسران إذا تقسمت بيرجع شو الشغلة يعني؟ لا لا، هذا وطنه للرئيس الأسد، ولا يمكن لإنسان عاقل وفيه وطنية وإحساس أن يترك وطن يتقسم. اسمح لي أنا أقول لك، بوجود الجيش والأمن والشرطة هناك من يحاول الآن تقسيم سوريا إلى ولايات، شيء إسلامي وشيء مسيحي وشيء كردي. رحيل الرئيس الأسد هو تقسيم وتمزيق. طيب إذا رحل سوريا. إذا رحل الأسد وبقي النظام، شو المشكلة عندكم؟ شو المشكلة يا أخي؟ الموضوع ليس نظام، وليس يعني أنا عايش بسوريا، الله يخليك، أنا أعرف ما المصيبة. هذه المجموعات أتت إلى سوريا ومعها من السوريين من يريد أن يلصلص، يعني يصبح لصا، ومن يريد أن يسرق، ومن يريد أن ينهب. أنا ما وجدت الثورة، والله لو كانت الثورة لأيدتها. أنا أفهم أن الثورة هي تغيير من أسوأ إلى أفضل، وليس تغيير من أفضل إلى أسوأ. يعني الذبح لا يكون ثورة يا أستاذ، قطع أوصال سوريا لا تكون هذا لم ثورة. لم يكن قبل عندما بدأ الحراك في سوريا، وأنت تعلم لم يكن هناك قطرة، لم يكن هناك لا ثقافة الذبح ولا ثقافة القتل ولا ثقافة التقطيع. ثلاث سنوات دقيقة. نعم. أنا أريد أن أسألك سؤال. إيه؟ من قام بالهجوم على الكنائس في كل المناطق السورية؟ كمان النظام يعني، من قام بحرق كنيسة أم الزنار؟ كنيسة أم الزنار في حمص بالطيران الحربي قصفت. الله يخليك، أنا أعيش في سوريا، الله يخليك، وأدري ما نحن إن لم نكن في سوريا فهي فينا يا أستاذ شريف. إن لم نكن في سوريا فهي فينا، يعني نحن عايشين بكل تفاصيل أيضا يا أستاذ. إيه؟ أنا أشاهد البي بي سي وسكاي نيوز وغير محطات ليست موالية لسوريا، أنا أشاهدها كيف تعرض واحد من المسلحين أصحاب اللحى الذين لا أحترمهم ولا أكن لهم التقدير، قام برمي تمثال السيدة العذراء. هل هذا الرجل آتي لتغيير من أنت تعلم بأن هذا الأمر لاقى إدانة حتى من قبل المعارضة؟ يعني مرحبا إدانة، إدانة ونقتل الناس، إدانة ونحرق المساجد، إدانة ونحرق الكنائس. طيب إذا كان هذا المنطق مع واحد حطم تمثال السيدة العذراء، يعني في نقطة ثانية، معناتها أي واحد يخطئ من الجيش النظامي أو الأمن أو كذا كما فعلوا في درعا وفي غيرها، يعطي ذريعة للناس، ليس لإسقاط الأسد، لإسقاط كل النظام بكل أركانه ومكوناته. يعني إذا نفس هذا المبدأ، إذا كان الخطأ فردي فأنا أسامح حتى المعارضة، لكن الخطأ ليس فردي، هذا مفهوم لدى المعارضة المسلحة الهمجية. داعش مفهوم جماعي. طيب. النصرة مفهوم جماعي، ألوية الإسلام مفهوم جماعي. أنا لا أتحدث عن خطأ فني لشخص، أنا أتحدث عن خطأ جماعي. هذه المجموعات لا تؤمن إلا بالعنف والقتل والإرهاب. يا أستاذ، الثورة شو معناها؟ الثورة هي بالتعبير العادي المنطقي هي تغيير من أسوأ إلى أحسن. والله أنا ما وجدت أن نظام الرئيس الأسد سيء لهذه الدرجة، وما وجدت أن القتل كان على أيام الرئيس الأسد. أنا وجدت القتل والذبح والإرهاب على أيام الثورة. ماشي. طيب ثورة. سؤال أخير يتعلق أستاذ شريف لو سمحت قبل أن أودعك، في حال أصر الأسد على ترشحه وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان وهو رئيس مثلا من 2014 حتى 2021، من سيحكم؟ الرئيس يحكم. من سيحكم؟ أقصد أنا فهمت عليك، من سيحكم من الشعب يعني، من الأرض، من المدن؟ الموجود، الشعب الموجود والمدن الموجودة. أنت تصور كأن كل سوريا دمار يعني من أولها لآخرها؟ هناك مناطق مدمرة، هناك مناطق تعيش حياة طبيعية، هناك مناطق جزئية، هناك مناطق تسير حياة فيها بشكل طبيعي. يعني أنت تصور سوريا على أساس هيروشيما أو ناتازاكي؟ يعني أرجوك، سوريا تدور فيها الآن معارك طاحنة فيها باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 150 ألف مسلح. يا أخي والله أمركم عجيب غريب. أنا بدي أسأل سؤال، هل الجيش يقاتل عصافير أم يقاتل ورود؟ يقاتل مجموعات دخلت من كل المناطق. أنت تعلم يا أستاذ، وأنت يعني إعلامي وبغض النظر تعارض النظام أو توافقه، أنا أريد أن أسألك، أليس هناك مجموعات من الشيشان ومن تونس ومن ليبيا؟ إذا الجماعة هم بيعترفوا عن نفسهم أنت بدك تنكرون؟ والله طيب أمر عجيب. يا هذه بتلك يا أستاذ شريف معلي، يعني في شيشانين وأفغان وباكستان وغرباء وتوانسة، كمان في لبنانيين وإيرانيين وعراقيين، هذه بتلك. خليني أعترف لك، هناك حزب الله
وهناك مجموعات أرادت أن تقاتل إلى جانب. هذا من حق الحكومة السورية الشرعي. سوريا دولة، الحكومة تطلب ممن تريد أن يساعدها. الآن سوريا تستطيع أن تطلب، لكن هذا ليس رسالة ضعف أستاذ شريف؟ يعني هذا أنه كأنه الجيش خلص عندما لا اسمح لي، عندما تواجه مشروعا دوليا لقتالك عليك أن يكون هناك مشروعا دوليا لديك لقتالهم. هذا أمر طبيعي. يعني لماذا عندك يجوز وعندي لا يجوز؟ يعني ليش أتي الشيشاني والأفغاني وأنا لا تفترضي أن أتي بلبناني ليساعدني؟ ليش؟ يعني شو السبب؟ شكرا جزيلا لكم أستاذ شريف شحادة، الكاتب المحلل السياسي وعضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذا الحوار. الآن نذهب لفاصل قصير مشاهدي الكرام، سنتابع بعده ملفنا الأخير.